بالبارت بي من الابليكيشن او البارت 2 قايلنا كالكوليت ذا تايم تو روتيت فور ريفوليوشنز. قبل ما ابلش حل انا لازم اكون اعرف انه كل ريفوليوشن اس هي عباره عن 2 باي ار يعني الباراميتر اوف ذا سيركل. بما انه انا معي هون الايكويشن هي 2 تي سكوير بلس 3 تي وعم بيقول لي عامله 4 ريفوليوشنز يعني 4 into 2 pi r. بهيك حالي أنا عندي 2 t square plus 3 t minus 8 pi r equal 0. هيدا بحلها as a quadratic equation. طبعا الtime لازم يكون positive, negative rejected. بس إيش حلها حطلع معي time t1 لل 4 revolutions equal 10.45 second. هيدا أول time. بالبارت الثاني 2.2 طالب مني طلع التايم فور 5 ريفوليوشنز. نفس الطريقة أنا مع الاس اللي هي 2t square plus 3t equal 5 into 2 pi r. بصير عندي quadratic equation 2t square plus 3t minus 10 pi r equal 0. إذا جيت حليت هيدي الquadratic equation هتطلع مع التايم t2 equal 11.8 second. شو قايل لي بالبارت 2.3؟ بال 2.3 قايل لي بده التايم او الديوريشن اوف ذا فيفث روتيشن يعني بس الروتيشن الخامسه. يعني اول وحده عملت 1 2 3 4 ثاني عملت 1 2 3 4 5 بدي اياني اعرف قد ايه اخذت الديوريشن من ال 4 لل 5 لحالها. هيدول فروم ذا بيجينينج اوف ذا موشن. بهيك حاله قاعده الديوريشن اللي هي دلتا تي ايكوال تي 2 ماينس تي 1 يعني equal 11.8 minus 10.45 رح تطلع معي 1.35 second اللي هي duration بس لل 5th rotation.